صباح الخير، معاكم كابتن حازم ماجد. النهارده ان شاء الله هنلعب بشكل بسيط تمرينة البنش. نرجع بعد الفاصل ان شاء الله، استعدوا. اول تمرينه بنحب نبدا بيها هي تمرين البنش الفلات. اوكي، احنا بنشتغل النهارده، حط البار، حط الوزن بتاعك، ولازم طبعا تكون عملت الاحماء بتاعك كويس قبل البدايه. تشتغل، تمسك، بتحاول تخلي دراعك 90 درجه وبتقيس كويس، وبتبتدي ترفع الوزن وتنزل على منتصف الصدر. واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، وبترجع الوزن تاني. هتلعب التمرين ده اربع مجموعات في 10 عدات. التمرين التاني النهارده في عضله البنش وهو البنش العالي. هنشتغل عليها، تحط البار بتاعك اوزان متوسطه او اوزان خفيفه على حسب درجتك في اللعبه، وبتبتدي تقعد تحاول تخلي البار في مستوى صدرك وايدك تبقى حوالي 90 درجه. تطلع تنزل تحت الدقن على اعلى حته في الصدر مباشره. واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، وده تاني شكل في البنج من الاشكال الاساسيه. التمرينه اللي بعدها هي بالظبط، بس العبها على البنج الانكلاين او المائل. وان، تو، ثري. هحاول اراعي ان كوعي ما يتفردش للاخر فوق عشان كوعي ما يتصابش. وهلعب نفس الشكل اربع مجموعات في 10 عدات. الشكل الاخير اللي هنلعبه النهارده هو التفاتيح بالدمبلز، وده من الحاجات اللي بتدي شكل حلو جدا للجسم وبتدي مساحه حلوه جدا لعضله الصدر عندك. بحاول يبقى كوعي متني سنه صغيره، وبنزل لغايه مستوى صدري عشان احافظ على نفسي من الاصابات. ثلاثه، اربعه، خمسه، سته. ودي كانت اخر تمرين النهارده معانا في عضله الصدر، واشوفكم الحلقه الجايه في عضله جديده ان شاء الله.